السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة سياقتي. هذا الفيديو درته بالنسبة للناس اللي كيسولوا إلى الإنسان ما كتبش الله في الامتحان الأول أشنو الحل. دابا الإنسان اللي كيتقيد في المدرسة عدوا المدة ديال التكوين خاصها ما تقلش على 30 يوم اللي هو شهر، ومني كيقد الملف ديالو كيقد الدوسي ديالو كيتقدم باش يدوز الامتحان عنده الدوسي فيه جوج ديال الامتحانات. الانسان كيدفع الملف ديالو كيمشي كيدوز الامتحان الاول، الا ما كتبش الله راه كيعاود الامتحان الثاني من بعد 15 يوم الا مثلا الشخص دوز الامتحان الاول في الاسئله وما سخرش الله كيعاود الامتحان الثاني بعد 15 يوم. الى الامتحان الثاني دوزو وما سخرش الله راه كيمشي ليه الملف ولا سخر الله في الكود جاب الاسئله في الامتحان الثاني ومشى للصوغان وسقط فيه حتى هو كذلك كيمشي ليه الملف. دائما الشخص عنده جوج امتحانات في الدوسي، الى سقط في الامتحان الاول في الكود كيعاود الامتحان الثاني من بعد 15 يوم. الى امتحان الثاني سقط في الكود راه كيمشي ليه الدوسي، نجح في الكود وسقط في الصوغان راه كيمشي ليه الدوسي في كلتا الحالتين. علاش؟ حيت كيتسمى ساقط جوج المرات. ولا الشخص مشى ليه الدوسي راه كيعاود الدوسي من جديد، كيعاود الدوسي وتقياد اخر من جديد. هذا هو السؤال اللي محير الناس، هذه هي الاجابه ديالو. نتمنى تكون الفكره وصلتكم، واللي بقى عنده اي استفسار يكتب لي تعليق وغادي نجاوبه في فيديو قادم ان شاء الله. كنشكركم على المتابعه ونتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.